البيتزا هي واحدة من أكتر الأطباق شهرة حول العالم، كل الناس بتحبها وليها طرق كتير لتقدمها، لكن في البداية كانت البيتزا أكلة الفقراء والعمال لأنها كانت عبارة عن عجينة ومعها إضافات من صلصة الطماطم، فكانت وجبة سريعة ورخيصة. وبرغم أن البيتزا اتصنعت لأول مرة في مدينة نابولي الإيطالية في القرن 18 و19، إلا أن قصتها بدأت قبل التاريخ ده بكتير، وتحديداً سنة 997 قبل الميلاد. فكان المصريين القدماء والرومان بيأكلوا الخبز المسطح مع بعض الإضافات على سطحه، وكان اليونان بيأكلوه مع طبقة من الزيت والأعشاب على سطحه بطريقة مشابهة لطريقة تحضير البيتزا. وفي سنة 1889 زار الملك الفرنسي إيم باتو الأول وزوجته مارغريتا نابولي، اللي قرروا يجربوا نوع جديد من الأكل بدل الأكل الفرنسي الراقي، فطلبوا مجموعة متنوعة من البيتزا في مطعم اسمه براندي نابولي. الملكة عجبتها بيتزا الموتزاريلا اللي كانت عبارة عن فطيرة بالجبنة البيضة وورق الريحان الأخضر والطماطم، ومن يومها البيتزا دي بقى اسمها بيتزا مارغريتا. ولحد الأربعينات من القرن الماضي ما كانتش البيتزا من الأطباق المعروفة عالمياً، لكنها انتشرت على نطاق واسع بعد ما نقلها المهاجرين الإيطاليين إلى المجتمع الأمريكي، وتم افتتاح أول مطعم للبيتزا في أمريكا سنة 1905 بواسطة جينا رو لومباردي بشارع الربيع بحي ليتل إيطاليا بنيويورك. انتشرت البيتزا بعد كده ببطء في نيويورك ونيوجيرسي ومناطق أخرى فيها أعداد من المهاجرين الإيطاليين، وتم افتتاح مطعم البيتزا أو نو في شيكاغو سنة 1943. وبرضو ما كانتش البيتزا من الأكلات الشائعة عند الأمريكيين إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وافتتح بيتزا هات أول فروعه في ويتشيتا بنكنسس سنة 1958، وحالياً بتمتلك أكبر سلسلة بعدد فروع يتجاوز 18,000. وتابعها ليتل سيزرز سنة 1960 ودومينوز بيتزا اللي تأسست سنة 1960 وليها أكتر من 16,000 فرع حول العالم. والنهاردة بتعتبر البيتزا نشاط تجاري كبير داخل الولايات المتحدة وخارجها، وبسببها بينفق الأمريكيين فلوس كتير، وصلت في 2016 ل 44 مليار دولار على البيتزا،